كل عام وانتم بخير ان شاء الله. امتحانات طولت ما كانش لها معنى انها طول للدرجه دي. حبدا معاكم الان جزء السيستميك فيرولوجي وهو من الاجزاء المهمه جدا، لكن اللي اوعدكم به انه سيكون ممتع للغايه. بس شرط عشان يكون ممتع كله معظمه حيكون كيسز، يعني يمكن اليوم حيكون كله كيسز يعني، فاشتي الجميع يتفاعل معها لانه معظم الكومن ديزيزز هي فايرال كومن ديزيزز، فلا بد نفهمها عشان لما نوصل الكلينيكال ان شاء الله تكون الامور بالنسبه لنا سهله. طيب اليوم حبدا محاضره مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدي ان اي فيروسز، والاول محاضره حبدا فيها هي عائله الهربس، نسميها هربس فيريديا. العائله دي من اشهر العائلات، طبعا هي عائله فيها عدد او اعضاء كثير ينتموا لها. انا حبدا فقط اليوم بعضوين ثلاثه اعضاء فيها. طيب اليوم ان شاء الله في نهايه هذه المحاضره باذن الله عز وجل الكل الجميع المشاركين ضروري يستوعبوا الاتي. في انترودكشن ضروري نعرف الكومن سكن راش، حتكلم عليها عشان لانه تعرفوا في الفيروسز حيكون معنا تايب اوف سكن راش، ضروري نعرف السكن راش دي ايش مواصفاتها. الامر الاخر بالتاكيد في الانترودكشن حنعمل كلاسيفيكيشن للدي ان اي فيروسز، وحيكون الموضوع ذا فيري سمبل. وبعد ما نخلص الانترودكشن والكلاسيفيكيشن حبدا بالتحدث عن الهربس سمبلكس او الهربس فيريديا، وحنتكلم على عضوين اللي هو الهربس سمبلكس فيروس تايب 1 والهربس سمبلكس فيروس تايب 2. زي ما اتفقنا من زمان حنتكلم ديفينيشن لكل واحد. يلا معاي باثوجينيسيس ديزيزز لاب دايجنوستس وتريتمنت والبريفنشن. فركزوا معي، اي استفسار في اي وقت انتوا قصدي على طول بدون بس واحد يرفع يده على طول. طيب في البدايه زي ما اتفقنا عاوزين نعرف اللي هي الكومن سكن راش ايش مواصفاتها، بحيث انه لو ما تجي اي سكن راش نشوفها نعرف ان احنا نقول دي هل هي مكيول ولا بابيول ولا غيره. في معنى في الكومن سكن راش هم عددهم كبير، لكن بالنسبه لنا الكومن هم في مكيول وفي بابيول وفي فيزيكل وفي باستيول وفي نديول. تعالوا نشوفهم واحده واحده بس عشان تنطبع في اذهانكم ما عاد تنسوهاش. اول امر مكيول. ما هو المكيول؟ المكيول هو عباره عن سكن راش كاركترايزد باي تو كاركترز، انه الامر الاول سمول والامر الثاني فلات. يعني لو كان موجود في تغير في السكن واجي اطرح يدي كذا ما فيش اي اليفيتد، فلات مع الجلد نفسه، فذي نقول لما نشوفها نقول ده مكيول. اذا المكيول كاركترايزد باي تو كاركترز سمول وفلات، ممتاز. الامر الثاني هو البابيول. البابيول هو عباره عن سكن راش كاركترايزد باي ثري كاركترز، انه سمول وانه سوليد وانه ريزد، يعني اليفيتد. لو ما اطرح يدي كذا ححس انه في حاجه اليفيتد او حاجه ريزد، ده نسميها ايش؟ بابيول. الامر الثاني اللي هو تجي على فكره في الفيروسس حاجه بنسميها ماكيولو بابيولار راش، يعني الشخص ده عنده جزء مكيول وجزء بابيول، فبالتالي حيكون عنده تو كاركترز، عنده مكيول اللي هو كاركترايزد باي سمول وفلات، وعنده بابيول اللي هو كاركترايزد باي راي. جميل. الامر الاخر في معنى الفيزيكال. الفيزيكال سهله جدا، هي عباره عن حويصله. هذه الحويصله مملوءه بكلير فلويد. بكلير فلويد يعني حويصله نشوف داخلها كلير فلويد، لما نشوف داخلها كلير فلويد نقول دي فيزيكال. الامر الاخر اللي هو الباستيول. باستيول نفس الفيزيكال، بس بدل ما كان داخلها كلير فلويد داخلها بص، تعرضت البكتيريا الانفكشن فحصل فيها بص، فنسميها من اسمها باستيول، سميها باستيول. الامر الاخر اللي هو النديول. النديول ده عباره عن لارج وسوليد واكيد ريزد. طيب هذا الانترودكشن البسيطه في الكومن سكن راش. تعالوا الان للاساس الموضوع اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف دي ان اي. حبسطها بدرجه كبيره جدا.
سميناها كلها بكلمة اسمها هابي، لأن العائلة دي سعيدة وعشان كمان أنتم تكونوا سعداء، فسميناها عائلة هابي. تعالوا نشوف دي العائلة هابي تتكون من إيش. طبعا هو الواي مش موجود فيها، بس احنا عشان نخليكم سعداء ضفنا الواي. هي بدون واي، بس احنا عشان نخلي العائلة سعيدة وانتم سعداء ضفنا الواي. تعالوا نشوف هذه العائلة ايش فيها من ممبرز. زي ما تكلمنا زمان انه الدي ان اي عبارة عن انفلوبد، في معنى انفلوبد فيروسز وفي نان انفلوب اور نيكد فيروسز. الانفلوبد فيروسز كلهم دبل ستراند الدي ان اي. اذا اول معلومة، ها ركزوا معي، حصلكم بعد شويه. كل الانفلوبد فيروسز في الدي ان اي كلهم دبل ستراند دي ان اي. اول واحده عائله سميها هربس فريدي، اللي هي اول اتش، اول هابي من الهابي، اذا هربس فريدي. العائله الثانيه هي هيبا دي ان اي فريدي. هيبا هي حقيقه جاي من الهيباتايتس، ولانها دي ان اي فسموها دينا، وفريدي اسم العائلة، وفيها عضو واحد هو الهيباتيتس بي فيروس. إذا هذه الاتش الثانية، إذا معنا تو اتش. الاتش الأولى والاتش الثانية هيبا دي ان اي فريدي، جميل. وواحدة من البي اسمها بوكس فريدي، إذا واحدة من البي. هذول الثلاث كلهم كاركترز انهم انفلوبد وانهم ممتاز. تعالوا نشوف النيكد او النن انفلوبد. في معنى زي ما اتفقنا في دبل ستراندد وفي سنجل ستراندد. الملاحظه الان اللي تكون في بالكم انه كل الانفلوب دي ان اي ما فيهاش سنجل ستراند، ممتاز. الدبل ستراندد والسنجل ستراندد، في معنى في الدبل ستراندد عائلتين، عائله ادينو فريدي وعائله البابوفا فريدي. اذا الاي جاءت في عائله ادينو فريدي. الادينو لان الفيروسز دي موجوده في الادينويد اللي هي خلف النوز، فسموها اكتشفوها في الادينويد فسموها ادينو فريدي. والبابوفا فريدي لها 3 سب فاميلي. السب فاميلي الاولى باء، والسب الفاميلي الثانيه اسمها بو، والسب فاميلي الثالثه اسمها فا، فسموها بابوفو فريدي. حنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. السنجل ستراند دي ان اي وده الوحيد ما فيش في كل الدي ان اي، كلهم زي ما اتفقنا زمان كلهم دبل ستراند الدي ان اي، الا عضو واحد اللي نسميه بارفو فريدي، وفيه فيروس واحد اسمه بارفو فيروس بي 19. لا هنا كويس، ممتاز. طيب الان سؤال لكم، ايش تسال وانتم جاوبوا؟ مواصفات العائله دي كلها الهربس، اول مواصفه لها ايش؟ كلهم ايش؟ على واحد واحد، على واحد واحد، كلهم دبل ستراندد دي ان اي اكسبت واحد سنجل ستراندد اللي هو بارفو فيروس. الصفة الثانية تفضلوا، ها كلهم دي ان اي اتفقنا عليهم. الصفة الثانية انه في معانا انفلوبد وفي نان انفلوبد. الصفة الثالثة انه كلهم يحصل لهم ريبليكيشن في النيوكليوس، وبالتالي الانكلوجن باديز موجوده فين؟ في النيوكليوس اكسبت البوكس فايروسز. مش تكلمنا عليه زمان، البوكس فايروسز يتكاثر في السيتوبلازم والانكلوجن باديز موجوده في السيتوبلازم. الصفه الثالثه انه كلهم نشوفهم بالالكترومايكروسكوب اكسبت البوكس فايروس، بالتاكيد كبير، فنشوفه باللايت مايكروسكوب. طيب تعالوا نناقش الان الصفات دي صفه صفه. الصفات دي عاوزكم تعرفوها من الان، لانه بعدين لما نتكلم عن المورفولوجي ما فيش داعي تحفظوها، من الكلاسيفيكيشن دي نطلعها. طيب اول صفه زي ما اتفقنا انه كل الفيروسز دي دي ان اي، وكلها دبل ستراند دي ان اي اكسبت البارفو فيروس اللي هو سنجل ستراندد دي ان اي. الصفه الثانيه ان كلهم لينير، النيوكليك اسيد حقهم ليني اسف ايوه النيوكليك اسيد كله لينير اكسبت البابوفا فيروس سيركلر او سوبر كويل، ولا كلهم لينير. الصفه الثالثه كلهم ايكوسا هايدرال اكسبت بوكس فيروس، سميناه زمان كومبلكس او بريك شيب.
اذا كل الدي ان ايه كلهم ايكوسا هيدرال اكسبت عائله واحده. العائله واحده دي الفيروس شكله كومبلكس اور بريك شيبد اللي هو البوكس فيروس. الصفه الثالثه الرابعه انهم يحصل لهم العائله كلها يحصل لها ريبليكيشن في النيوكليوس وبالتالي الانكلوجن بادي حتكون فين اكسبت البوكس فيروس هيحصل له الريبليكيشن في والانكلوجن بادي في ممتاز جميل اهو زي انتم شايفين كيف الان الانكلوجن بادي في النيوكليوس والريبليكيشن في النيوكليوس وبالتالي هنا بالنسبه للبوكس فيروس في السيتوبلازم كلهم سين باي اكسبت ممتاز. طيب هذه ان جنرال كل الدي ان ايه. اليوم موضوعنا احنا كان عن الهربس فريدي. تعالوا نشوف الهربس فريدي دي ايش هي وايش مواصفاتها. الهربس فريدي فيها الاتي، فيها ثمانية اعضاء. شوفوا كيف حتكبر الموضوع الان. كانت اول عائلة واحدة، العائلة دي تضم ثمانية افراد. الفرد الاول اللي فيها هو هيومنز اللي هو هربس سيمبلكس فارس تايب 1 واحد وتايب 2 2 كويس. الفرسيلا زوستر اللي هو رقم 3، السيتوميغالو فيروس والابشتاين باير فيروس والهيومن هربس فيروس 6 و7 وهيومن هربس فيروس 8. اذا ثمانية اعضاء كلهم ينتموا لعائلة الهربس. سمعوني لو سمحتوا مرة ثانية. هربس سيمبلكس فيروس تايب 1، هربس سيمبلكس فيروس تايب 2، فرسيلا زوستر، سيتوميغالو فيروس، ابشتاين بار فيروس، هيومن هربس فيروس 6 7 وهيومن هربس فيروس 8. طيب السؤال لكم الان، حيبان انكم مركزين ولا مش مركزين. انا لو عاوز اتكلم على اي واحد منهم، اي واحد من الاعضاء الثمانية مواصفاته الاستراكشر حقه ايش؟ واحد على واحد واحد، برافو عليك. اول شيء دبل ستراند دي ان ايه انفلوب، خلاص انفلوب، ايكوسا هايدرال ولينير، ما شاء الله عليك بالتاكيد. والريبليكيشن حقه حصل في النيوكليوس وبالتالي الانكلوجن بادي فين؟ اذا كل الاعضاء الثمانيه تنطبق عليهم هذه الصفات اللي قلتوها انتم، انه كلهم دبل ستراند دي ان ايه، كلهم انفلوب، كلهم ايكوسا هيدرال، فبالتالي ما عاد داعي احفظ خالص. الامر الاخر انه الريبليكيشن حقهم حيحصل في النيوكليوس وبالتالي الانكلوجن بدي حتكون في النيوكليوس والحقهم النيوكليك اسيد هو عباره عن لينير. برافو عليك. في تقسيم ثاني بس تكون اوير بول، لانه بحان في البورد يطلبوا الكلاسيفيكيشنز ده، انه يقسموهم الى الفا عائله الهربس، الفا وبيتا وجاما. قالوا الفا تحتها المنبر الاتيه: هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهربس سيمبلكس فيروس تايب 2 وفرسيلا زوستر، هذا كلهم الفا. البيتا السيتوميغالو فيروس والهيومن هربس 6 والهيومن هربس 7. الجاما فيها اثنين: الابشتاين بار فيروس والهيومن هربس فيروس تايب 8. بس ذا الاذر كلاسيفيكيشن. عائله الهربس جايه من كلمه هربين. هربين معناها بالانجليزي تو كريب، معناها كريب يتسلل. يعني ايش؟ يعني العائله دي عندها القدره بعد ما تعمل الانفكشن ما يحصلش كومبليت ريكفري، يعني يحصل المريض يحصل له كومبليت ريكفري ظاهريا، لكن الفيروس ده قدر يروح يتسلل ويتخبى في مكان معين، ومن هنا سميت العائله هربس اللي قلنا عليها الدلاله على تو كريب، انها دلاله انها عندها القدره على تسلل او الاختفاء في مكان معين. حنشوف ذا المكان. طيب الكاركترز اور الكاركترستيك بالنسبه لمجموعه الهربس، اتفقنا انهم ثمانيه منبر صح؟ هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 و 2 فرسيلا زوستر سيتوميغالو فيروس ابشتين بار فيروس هيومن هربس. برافو عليك. على طول دي الكاركتر، ها ما فيش داعي تحفظوها من الكلاسيفيكيشن اللي قلناه. كلهم دبل ستراند دي ان اي، كلهم انفلوب ايكوسا هيدرال. النقطه المهمه جدا انه كلهم الشيب حقهم واحد، سيميلر مورفولوجي، كلهم الثمانيه الشكل حقهم واحد، سيميلر مورفولوجي.
الصفة الرابعة ان الفيروسات دي كلها الثمانية عندها القدرة انها تعمل ليتنسي، وحنتكلم على الليتنسي واحنا بنتكلم على الفيروس فين كل واحد بيروح يعمل ليتنسي. ما معنى ليتنسي؟ انه يظل دورمنت، المريض يحصل له كومبليت ريكفري لكن الفيروس لا زال موجود عنده. حنتكلم بعدين كيف يحصل له ري اكتيفيشن. طيب الامر الاخر، الصفة الخامسة لمجموعة الهيربس كلها، ان عندهم القدرة او بعض الممبرز لينكد بتيومر، انهم قادرين بعض الممبرز حقها انهم يعملوا تيومر، وبالتالي دي خطورة فيها العائلة دي. الصفة السادسة انه الحلو فيها ان الصفة دي تستجيب للانتي فايرال دراجز، واحدى الدراجز حنتكلم عليهم اسايكلوفير، احدى الدراج المشهورة للعلاج، لكن حتكلم على اكثر من دراج فيها. طيب اذا اتفقنا على الكاركترز للعائله دي، انه كلهم دبل ستراند دي ان اي، كلهم ايكوسا هيدرال سيميلر مورفولوجي، الليتنسي، اللينكد بتيومر بعض الممبرز، وكمان ريسبونس للتريتمنت. الان خلونا نعمل كذا امتحان مش اختبار لهذه المعلومات. حبدا بالشباب، السؤال الاول، الهربس فريديا فيميلي از كاركترايزد باي، ها برفع الايدي ما في صوت، ليتنسي، ضيوف الحلقات اللي فوق. طيب الصفه الثانيه ري اكتيفيشن، جميل. الصفه الثالثه ايثر ريزيستنت، ايثر ريزيستنت، ارفعوا يداتكم، ريسبونس تو فايرال ثيرابي. احنا كويس، برافو عليكم. احنا مش اتفقنا زمان انه انفلوبد؟ ايوه انفلوبد سنسيتيف حيكون، لكن ذا ايثر ريزيستنت لانها انفلوب. فضحتونا من اول يوم، يلا. طيب برافو عليكم. السؤال الثاني لكم، السؤال الثاني، الهربس فريدي از كاركترايزد باي، كلهم ذي ار دبل ستراند دي ان اي، برافو، انفلوبد، برافو، ايكوسا هايدرال، رائع، شوفوا تتعلموا. طيب سم ممبرز ار نيكد، اكيد مش نيكد بالتاكيد، ما فيش حد مر، كلهم انفلوبد. شوفوا المعلومه اللي كنت المفروض تعرفوها، ولذلك قلنا البيزك مهم. احنا اتفقنا ان الايثر حيكسر الانفلوب، ايوه بالتالي سنسيتيف. طيب الان السؤال لكم، الفيزيكال فيلد وذ باس مين؟ ماكيول، فيزيكلز، باستيول، برافو، ماكيول عند بابيول، اكيد باستيول. طيب السؤال لكم، الفيزيكال فيلد وذ كلير فلويدز مينز ماكيول، فيزيكال، برافو، باستيول، بالتاكيد فيزيكال. طيب الان خلاص خلصنا هذا الانترودكشن، والحمد لله طمنا ان وضعكم فيها كويس. تعالوا ننتقل الان الى صلب المحاضره الاساسيه، حنتكلم على هربس سيمبلكس فارس تايب 1 وهربس سيمبلكس فارس تايب 2، حنتكلم عليهم في المحاور التاليه، ديفينيشنز، باثوجينيسيس، الديزيزز، لاب دياجنوسيس، تريتمنت وبريفنشن. ركزوا معي، في حتكون في كيس معهم، فركزوا معي فيها كويس، ولو في اي سؤال على طول ارفعوا يداتكم. الهربس سيمبلكس فارس تايب 1، اول معلومه لابد تعرفوها انه احنا كذا نصنفها، ما فوق الحزام وما تحت الحزام. ما فوق الحزام هو الانفكشن بتكون يوجوالي للهربس سيمبلكس فارس تايب 1، ولذلك نسميها الاوروفيشيال، يوجوالي بتكون في الهيد والنيك، وذلك فوق الحزام. ما تحت الحزام هو هربس سيمبلكس فارس تايب 2، وبيعمل بنسميها باليوروجينيتال. الى هنا متفقين؟ اذا هربس سيمبلكس فارس تايب 1 نسميه اوروفيشيال، والهربس سيمبلكس فارس تايب 2 تحت الحزام ونسميه جينيتال. طيب تعالوا نشوف الديفينيشن للهربس سيمبلكس فارس تايب 1. شوفوا الاول قدو، هذا المفروض انتم عارفينه كلكم، انه دبل ستراند الدي ان اي انفلوبد ايكوسا هايدرال، متفقين عليها كل هذه. هذا الفيروس اللي هو دبل ستراند الدي ان اي وايكوسا هايدرال وانفلوب، له مين كاركترز؟ انه اتاكس الميكوكوتونيوس او جانكشن، مش في معنى سكن وفي معنى ميوكس، الجنكشن اللي بينهم هو التارجت حقه في هذا المكان.
وبالتالي سواء كان في الماوث في اللبس في النوز في الآي كلها في 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 سكن وفي ميوكس. فبالتالي التارجت حقه او السبيسيفيك تارجت له هو المايكوكوتينيوس جانكشن. اذا فيري سمبل الهربس سمبلكس فايروس تايب 1 انه عباره عن فيروس بالمواصفات اللي قلناها انه اتاكس المايكوكوتينيوس جانكشن. زي ما اتفقنا المايكوكوتينيوس جانكشن انه في سكن وفي ميوكس، ما بين السكن والميوكس هو يعمل الانفكشن. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقه سهله جدا. ينتقل الفيروس ده بالكونتاكت، اي كونتاكت لو ما يكون في البروكن سكن. طبعا من ضمن الكونتاكت كيسنج سلايفا. واحد عنده هربس واستخدم منشفه، جاء واحد استخدم نفس المنشفه حيحصل ترانسميشن. واحد شرب بكوب والفيزيكال حقه نزلت على حافه الكوب، جاء اخر شرب بنفس المكان وعنده مينور ابريجن، حيحصل نفس الانفكشن. ده المود اوف ترانسميشن. جميل. انتقل الى الميوكس ممبرين. خلاص انتقل هذا المود اوف ترانسميشن الى الميوكس ممبرين. اول ما ينتقل الى الميوكس ممبرين في اي مينور ابريجن، لما نقول مينور ابريجن ممكن ما نشوفهاش خالص، فيدخل الفيروس ده ويبدا يحصل له ريبليكيشن، يتضاعف يتزايد يتزايد. اول ما يتضاعف ويتزايد يبدا الفيروس ده يكون مكيول وببيول بسرعه. الا وقد شفنا الشخص ده عنده فيزيكلز، والفيزيكلز دي يحصل لها ألسريشن وتكون مالتيبل فيزيكلز، حتشوفوها كاركترستيك على كده بالنظر. طيب هذه الفيزيكلز اللي نشوفها هي برايمري انفكشن، اللي نسميها البرايمري انفكشن، اللي الفيروس لسه دخل وعمل اول انفكشن نسميها برايمري انفكشن. طيب يحصل هيلينج وذاوت سكار فورميشن، ويمكن يستمر الى 2 ويكس. 2 ويكس دي ويحصل لها هيلينج وذاوت سكار. ليش يحصل هيلينج وذاوت سكار؟ لان الانفكشن ما يصلش الى البيزل لاير سيل، هو سوبرفيشال. فبالتالي على طول اول ما دام هو سوبرفيشال حيحصل الهيلينج وذاوت السكار فورميشن. شوفوا اثناء ما حصل الالسريشن الفيروس ده حي، مش قلنا قبل شويه انه تو كريب كريب يتسلل. الهربس سمبلكس فيروس تايب 1 حيروح يتسلل يتسلل الى التراي جيمينال جانجليا، ويظل ليتنت في التراي جيمينال جانجليا، يظل هناك ليتنت الى ما شاء الله له ان يظل. مفهوم؟ اذا حصل الديزيز، حصلت البرايمري انفكشن، الفيروس ده احنا ممكن نشوف انه حصل له كومبليت ريكفري، لكن في الحقيقه لا، الفيروس راح غادر وظل دورمنت فين؟ اور ليتنسي فين؟ في التراي جيمينال جانجليا. ممتاز. بعدها بعد سنين معينه الشخص ده حصل له ستريس. على فكره ايش اللي يؤدي الى الري اكتيفيشن؟ ستريس. ايوه الكوزز اوف ري اكتيفيشن ستريس. ستريس في معنى فيزيكال ستريس، واحد تعرض لضربه شمس عنيفه، واحد تعرض لايموشنال ستريس صدمه عاطفيه، ولو هذا ليه ما عرفش صدمات عاطفيه. واحد تعرض زي عدي لاعب كره قدم مشهور ولعب مباراه وخسر احبط، حصل ري اكتيفيشن الفيروس. بس شرط، ها لا تنسوش، شرط انه مصاب من اول، ان عنده الفيروس موجود كليتنت في التراي جيمينال جانجليا، هنا حيبدا ري اكتيفيشن للفيروس ويرجع. شوفوا حيرجع بالبرانشز اوف ذا نيرف، في المجزلري نير ذا اي في جنب الليبس، وحيرجع يعمل الانفكشن من جديد. وذي نقطة وخطورة الفيروس ده، انه حيرجع يعمل الانفكشن وري اكتيفيشن، وحيعمل نفس الانفكشن بس بالبرانشز للنرف. السؤال لكم، المود اوف ترانسميشن هنا ايش؟ ري اكتيفيشن، ها؟ اندوجينس. انتبهوا، احد يقول انها بالكونتاكت ولا بالكيسنج ولا بالسلايفا. هنا اندوجينس لانه موجود هو اساسا في النرف، فحصل ستريس فعمل ري اكتيفيشن. اذا المود اوف ترانسميشن في حاله الري اكتيفيشن بال اندوجينس. اذا اتفقنا بالنسبه للهربس امره سهل جدا، في برايمري انفكشن الديزيز ده او الفيزيكلز اللي حتتكون حتجلس اسبوعين ويحصل له هيلينج. الري اكتيفيشن لو ما ترجع الفيزيكل مره ثانيه في الري اكتيفيشن فقط عاوزه 1 ويك. شايفين فين؟ 1 ويك. طبعا زي ما اتفقنا الري اكتيفيشن مش حيحدث الا اذا كان قد في برايمري انفكشن. طيب نعيدها الان بسرعه، الباثوجينيسيس
يتنتقل بالكونتاكت، كونتاكت سواء زي ما قلنا بالكيسنج بغيره، حيحصل له يروح للميوكاس ممبرين، حيبدا انه يحصل له ريبليكيشنز. الريبليكيشنز ده حيتكون الماكيول والبابيول ويتكون فيزيكلز، بعدها حيحصل ما نسمي بال ليتنت فيل تراي جيمينال جانجليا. تراي جيمينال جانجليا حيظل ليتنت هناك. طيب الديزيز هذا الان ايش الديزيز اللي حتحدث؟ واحد هيربس ليبياليز، وذا المين كاركترز له. تيجي تشوف الشخص ان عنده مالتيبل فيزيكلز موجوده في الليبز نسميها هيربس ليبياليز. وعلى فكره كاركترستيك، الصوره هنا شايفين كاركترستيك الصوره شويه، لكنها كاركترستيك تماما مالتيبل فيزيكل نشوف فادي يقول هيربس ليبياليز. الامر الثاني كرياتو كونجكتيفايتس. ما معناها؟ معناها ان الانفكشن جات الاي، ركزوا معي، حتضرب الملتحمه الكونجكتايفا وبعدين حتروح للكورنيا، واذا ضربت الكورنيا مشكله كبيره. ايش اللي حيحدث؟ حيحدث بلايندنس. ليش؟ لان الكورنيا كلير وما فيهاش بلاد فيزلز. شوفوا لو ما احنا نسوق معنا زجاج السياره، لو حد جاء ضرب زجاج سياره بحجر مش الزجاج كله ولا تشوف حاجه، نفس الوضع بالنسبه للكورنيا، وبالتالي حيحصل بلايندنس. الخطوره فيها لو ما يحصل حاجه بنسميها دندريتك ألسر. يوجوالي الدندريتك ألسر بتكون ناتج عن الري اكتيفيشن، ممكن تكون في البرايمري لكن يوجوالي بتكون ناتج عن الري اكتيفيشن. فحيصيب الكورنيا وحيحصل حاجه بنسميها دندريتك، حتشوفها بصبغه العين حتشوف حاجه زي المشرشره في الكورنيا نسميها دندريتك ألسر. دي لها حاله خاصه في التريتمنت حتكلم عليها ان شاء الله في التريتمنت. الديزيز الثالث انه بيعمل جنجيفا ستوماتايتس، سواء في الجنجيفا او في الاستوماتايتس، حيعمل جنجيفا ستوماتايتس. الديزيز الاخر حيعمل هيرباتيك ويت لو، ودي ما يحدث الا في الاتي: طفل صغير عنده هربس وجاء عمال يدخل اصبعه في فمه، وطبعا في دائما الاصابع حيكون في مينور ابريجن، فحيبدا يتكون هربس في الفينجر او في الثامب. نجي نسميها ايش نسميها؟ هربتك ويت لو. الأسوأ منها انه الدكتور طبيب اسنان عند مريض يعالجه عنده هربس فيطرح يده بدون ما معه جلافز. الأسوأ منه انه في طبيب جلديه جاي يفحص واحد عنده هربس ومش لابس الجلافز. دي حتؤدي الى نسميها هربتك ويت لو، ونسميها حتى يسموها باحان اكوبيشنال، ناتج عن الوظيفه، او حتى نيرس او غيره، اي حد في الميديكال ستاف عمل كونتاكت مع الفيزيكلز ومش لابس الجلافز ممكن يجي له الهربتك ويت لو. ممكن يؤدي الى في الديسيمينيتد يحصل انكيفالايتس او يحصل اسيبتك مننجايتس في الحالات اللي هي نجي نقول اللي حصل لها كومبليكيتد. اذا الديزيز فيري سمبل، اشهرهم زي ما اتفقنا هربس ليبليز، كرياتو كونجكتيفايتس مهمه جدا، الجنجيفوستوماتايتس، هربتك ويت لو، الانكيفالايتس والاسيبتك مننجايتس. تعالوا نشوف اللاب دايجنوستس، وان كان النقطه المهمه في اللاب دايجنوستس انها كلينيكالي ما نلجأش اللاب دايجنوستس الا اذا حصل صعوبه في التشخيص الكلينيكالي، لكن يوجوالي تكون كلينيكال. العينه عشان نشخص العينه سواء الفيزيكولار فلويدز من الفيزيكلز او السكرابنج الالسر او الكورنيال اذا كان عنده كرياتو كونجكتيفايتس او سي اس اف اذا كان عنده الانكيفالايتس. الكترون مايكروسكوب مالوش معنى اولا مشروطين، مش روتين خالص. واحد. الامر الثاني زي ما اتفقنا في الكاركترز انه كلهم المورفولوجي نفسه فما لهش معنى خالص. الامر الاخر في نعمل سكرامج للالسر ونعمل حاجه بنسميها تيزاناك سمير. التيزاناك سمير نصبغه بصبغه عادي قمصه ستين ونشوفه تحت اللايت مايكروسكوب، حنشوف حاجه كاركترستيك نسميها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. مش اتفقنا عده خلايا والممبرين بين الخلايا دي حصل له ديستراكشن فبانت خليه كبيره فيها عده نيوكليوس فنسميها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. بس المش حلو في الموضوع انه الهربس سمبلكس فارس تايب 1 يحصل له نفس الوضع، الهربس سمبلكس فارس تايب 2 يحصل له مالتي نوكليتد جاينت سيل، الفرسيلا زوستر يحصل له نفس الوضع مالتي نوكليتد جاينت سيل. فما لهاش معنى، ما نقدرش نفرق بين هربس سمبلكس فارس تايب 1 وتايب 2 او حتى الفرسيلا زوستر. في حاجه بنسميها كمان مش اتفقنا في الريبليكيشن يحصل فين؟ في النيوكليوس، وبالتالي الانكلوجن بادي حتكون فين؟
في النيوكليس ده الانكلوجن بدي حتكون في النيوكليس. وفي عالم اكتشفها اسمه كاودري، العالم اسمه كاودري، فيسموها كاودري انكلوجن بوديز. ده بالنسبه للهربس. الامر السبيسيفيك ان احنا نمسك الليجن ونحطه على سلايد ونجيب انتي بودي، بس الانتي بودي بشرط انه يكون سبيسيفيك لتايب 1 لتايب 1 هير الهربس سيمبكس سارس تايب 1، ونربط هذا الانتي بودي بالفلوريسنت. فركزوا معي الان، نفترض انه فعلا على الشريحه هربس سيمبلكس فارس تايب 1، جبنا سبيسيفيك انتي بودي للهربس سيمبلكس فارس تايب 1 مربوط بالفلوريسنت، حطيناه عليها، عملنا انكوبيشن، حنشوف تحت الميكروسكوب حنشوف الوميض، دلاله على انه فعلا الانتي بوديز ده ارتبط سبيسيفيك مع الهربس سيمبلكس فارس تايب 1. بالتاكيد البي سي ار مور سبيسيفيك، لانه في معنى نيوكليوتايد سبيسيفيك للهربس سيمبلكس فارس تايب 1 والهربس سيمبلكس فارس تايب 2. ممكن نعمل كلشر، لكن طبعا زي ما قلنا ما هياش روتين. ونفس الوضع في الكلشر، بعد ما نطلعه على تيشو كلشر يوجوالي المانكي كيدني، حنروح نجيب انتي بودي سبيسيفيك مربوطه بالفلوريسنت ونشوف على الكلشر هل حترتبط بالانتيجين حق الفيروس ولا لا. حنشوف المنظر ده بالنسبه له انه كيف الفلوريسنت طالع بالنسبه لها، لكن زي ما اتفقنا ما هياش الروتين. ممكن نعمل ديتكشن للاي جي ام والاي جي جي في حاله الانكيفالايتس، ان احنا نشوف في حاله الانكيفالايتس حيحصل انكريز للاي جي ام او الاي جي جي. التريتمنت اسايكلوفير دراج اوف تشويس، اسايكلوفير دراج اوف تشويس، وهو في النهايه الاكشن او الميكانيزم اكشن حقه بيعمل بريفنت لل دي ان اي بوليمريز. بس في نقطه مهمه جدا، الاسايكلوفير هو في الحقيقه موجود في صوره ان اكتف. الفيروس ده معه انزيم نسميه الثيامين كاينيز، يحوله الى اسايكلوفير مونوفوسفيت. لو ما يدخل الدراجز الاور بادي اللي معانا في الهيومن سيل معانا ثيامين كاينيز، هيحوله الى اسايكلوفير ترايفوسفيت. الاسايكلوفير ترايفوسفيت هو الاكتف دراج، فبالتالي ذا الدراج هو في صوره ان اكتف، بس بيتحول بالثيامين كاينيز الى اكتف، ونسميه اللي هو اسايكلوفير ترايفوسفيت. اول شيء يعطيه فوسفوريليشن، يعمل له 1 مونو وتراي فوسفيت بالهيومن. في نقطه لا تنسوهاش ابدا، لا تنسوها ابدا، الكرياتو كونجكتيفايتس. تعرفوا احنا دائما يستخدموا الدكاتره في كل شيء ستيرويدز له اثر سحري غير عادي، لكن في الكرياتو كونجكتيفايتس، في الكرياتو كونجكتيفايتس كونترا انديكيتد، يفترض افويد الستيرويد الخاصه البيشنت اللي عندهم دندريتك انسر. ليش؟ لان الستيرويد حيعمل سبريس للميون سيستم. ما معناها؟ حيزيد الريبليكيشن اوف فيروس. لو ما يزيد الريبليكيشن اوف فيروس الهيلينج حيحصل له ديلايد، حيتاخر الهيلينج. غير كذا ممكن يحصل برفوريشن في الكورنيا، وبالتالي تجي كمان سكندري بكتيريال انفكشن. فالستيرويدز كونترا انديكيتد، ما يستخدمش، بس بشرط انه نعرف ان شخصناها انها عنده دندريتك السر. يوجوالي قلنا انها بتجي من البرايمري، لكن الاكثر انها بتجي من الريكارنت. النقطه المهمه ايش نعطيه؟ نعطيه اسايكلوفير دروبس اور اوينتمنت، دراج اوف تشويس اسايكلوفير اللي هو سواء اوينتمنت اور دروبس. كيف نعمل بريفنشن للفيروس ده؟ اكيد بالتاكيد اي شخص عنده 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 هربيتك ليجن يفترض انه افويدد، سواء بالكيسنج او بالتعامل معه. الامر الاخر اكيد الافويد الكيسنج، اي شخص عنده مثلا هربس ليبليز. الهاند واشنج فيري امبورتنت، استخدام الادوات الشخصيه برضو مهم جدا. طيب حبدا من عندكم الان، اطمن عن الهربس سيمبلكس فارس تايب 1 اخذ حقه تماما. اذا الهربس سيمبلكس فارس هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 ترانسميتد باي كونتاكت، جميل، دروبليتس ري اكتيفيشن، ايوه ري اكتيفيشن، مش قلنا بالاندوجينس يحصل ري اكتيفيشن ميلي باي سيكشوال. اذا صحيح بالكونتاكت والري اكتيفيشن. السؤال لكم، الهربس سيمبلكس فيروس تايب 1 موستلي كوز ذا فولوينج ديزيزز، جينجيفو ستوماتايتس، هربس ليبليز، هربتك ويت لو، رائع،
نيونيتال هيربس. ما شاء الله مصحصحين بعد الامتحانات. طيب الهيربس سيمبلكس فارس تايب 1 ريمين ليتنت فين؟ ساكرال جانجليا، ترايجمينال جانجليا، برافو، لمفويد سيل، بي سيلز، اذا صحيح في الترايجمينال جانجليا. سؤال انتبهوا تغلطوا فيه. ديورينج الليتنسي الهربس سيمبلكس فارس تايب 1 كوز جينيتال هربس. انا صالح هربتك ويت لو هربس سيمبلكس فارس تايب 1 كرياتو كونجكتيفايتس. يا خسارة تعليمك يا صالح بهاي. مبروك عليكم الفوز. ليتنسي قلنا الشخص ده كومبليت ريكفري ما يحصلش عنده حاجه. وايش معنى كرياتو كونجكتيفايتس؟ مكان الهيربيتك ويت لو. عجبتكم الكرياتو كونجكتيفايتس ولا كيف؟ طيب قبل ما انتقل الى هربس سيمبلكس فارس تايب 1، طيب ركزوا معي الان على الهربس سيمبلكس فارس تايب 2. اسهل من طبعا اسهل من 1، حنتكلم عليه في الديفينيشن باثوجينيسيس والديزيزز والابدياجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. طيب تعريفه، التعريف الاول انتم كلكم عارفينه، هو دبل ستراندد انفلوب ايكوساهيدرال، لكنه ذا اتاك الميوكاس ممبرين للجينيتال تراكت. اذا الهربس سيمبلكس فارس تايب 1 كان اتاك، وهذا اتاك اللي هو الميوكاس ممبرين للجينيتال تراكت. لا تنسوش الكلام اللي قلنا عليه انه تايب 1 هو اورفيشال وتحت ما فوق الحزام وتحت الحزام، تايب 2 يوروجينيتال. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس فيري سمبل. مود اوف ترانسميشن هنا سيكشوالي، فبالتالي يس بالاتش اتش 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 او هيتيرو سيكشوال هوموسوكشوال اوروسوكشوال كلها بتعمل ترانسميشن للهربس سيمبلكس فارس تايب 2. في خطوره انه يحصل فيرتيكال ترانسميشن، وركزوا معي فيرتيكال ترانسميشن. فيرتيكال هنا ديورنج الكروس البيبي في البيرث كانال ثرو البيرث كانال، ولا ينتقل او الانتقال فيري فيري رير عبر الترانسبلاسنتال. يعني لو الام مصابه وجات ما ينتقلش عبر الترانسبلاسنتال، لكنه ينتقل فيرتيكال ديورنج الدليفري وهو مار البيبي عبر البيرث كانال، حيحصل ما نسميه بمود اوف ترانسميشن. في حاجة مهمة جدا بس ركزوا عليها، لو حصل انه شخص عنده هربس ليبليز مش قلنا تايب 1 عمال يلعب بالفيزيكلز وتعرفوا اخذ يده ونقلها الى الجينيتال، ممكن يحصل جينيتال هربس بتايب 1 لكنه ما يمثلش اكثر من 10%. الريستريكتد للجينيتال هربس هو هربس سيمبلكس فارس تايب 2. آه. ايوه انهم كلهم سيميلر الاثنين. طيب الميزه هنا في الهربس سيمبلكس فارس تايب 2 انه يحصل الفيروس ممكن يظل خاصه في الفيميل اسيمباتوماتيك، فبالتالي يحصل شيدنج للفيروس باستمرار، يحصل شيدنج للفيروس وتظل العدوى مستمره. ده بالنسبه للفيميل وحنعرف بعد شويه. طيب الباثوجينيسيس فيري سيمبل له انه سيكشوال ترانسميشن حيروح للمالتيبل ات ذا سايت اوف انتري اللي هو الميوكس ممبريل في الجينيتال تراك، حيحصل ريبليكيشن. لو ما يحصل ريبليكيشن حتبدا تعمل مكيول وبابيول بسرعه ويتظهر لنا فيزيكلز. الفيزيكل دي يحصل لها اسريشن هايلي بينفول هايلي بينفول، ودي رحمه الله انه هايلي بينفول عشان يروح يتعالج المريض. حيروح بعدين ليتنت، مش اتفقنا انه ليتنسي صفه اصيله في هذه العائله، لكنه حيروح هنا ليتنت في الساكرال جانجليا وحيظل ليتنت هناك. ونفس الوضع اللي قلنا عليه، متى حيحصل له رياكتيفيشن؟ لو حصل اي ستريس حيحصل رياكتيفيشن ويرجع يعمل الفيزيكال من جديد. الديزيز اول ديزيز اللي هو جينيتال هيربس بتكون فيزيكال موجوده في البينس، سواء كان في الشيفت او كان في ات ذا اند اوف ذا بينس، هي كاركترستيك في الحقيقه تماما الفيزيكلز دي، وهايلي بينفول لانه حيحصل لها ألسريشن. الامر الاخر الجينيتال هيربس في الفيميل حتكون في الفاجينا او في السيرفكس، وممكن تكون زي ما قلنا قبل شويه اسيمباتوماتيك، ما فيش اي كلينيكال مانيفيستيشنز، ولكنها حتظل سورس للانفكشن. الامر الثاني انه هذا طبعا جينيتال هيربس ميل وفيميل. الامر الثاني انه حيحصل نيونيتال هيربس لو كانت المراه حامل وفي فيزيكلز في البيرث كانال والطفل معدي في الولاده الطبيعيه، حيأخذ الهيربس وبالتالي ننصح انه يحصل سيزيريان سيكشن عشان الطفل ما ياخذش الفيزيكال وهو معدي.
طيب النيونيتال هيربس احتمالية الطفل ده إذا أخذ الفيزيكلز ده يا يحصل له سكن راش والسكن دي تكون في الآي في الماوث، يا يحصل له disseminated diseases في السنترال نيرفس سيستم وفي اللنج، بالإضافة إلى كمان ممكن يحصل له انكيفالايتس لوحده. فدي مشكلتها مشكلة بالنسبة للنيونيتال هيربس. الأمر الخطير إنه بالنسبة للفيميل إن الفيروس ده لو حصل له ريبيتد reactivation و repeated infection ممكن يؤدي إلى cervical cancer، وده أول كانسر نأخذه في الهربس سيمبلكس فيروس تايب 2 related في الفيميل بالcervical cancer. lab diagnosis نشارك أنا وأنتم في lab diagnosis. تفضلوا lab diagnosis قولوا علينا. هو usually clinically clinically عشان نطمنه، بس لو شكينا كيف نعمل له دياجنوسيس؟ على فكره مفروض انا لو ما اعمل دياجنوسيس اعمل تايب 1 وتايب 2 في نفس الوضع لانهم نفسهم الاثنين، بس سايت اوف انفكشن واحد اوروفيشال والثاني يوروجينيك. فتفضلوا دياجنوسيس، تفضلوا كل واحد يرفع يده اللي حيجاوب. تفضلي. العينه من فين حناخذها اول؟ كذا دائما في الدياجنوسيس حاولوا تمشوا سيستماتيك سامبل اور سبيسمن، مش هناخذ الفيزيكولار فلويد او السكرامينج الالسر. تمام. الامر الثاني الكترون مايكروسكوب قلنا مش هينفع خالص. الامر الثالث حنعمل تيزاناك سمير وحنصبغه بالجيمسستين وحنشوف مالتي نيوكليتد جاينت سيل، مش هنقدر نفرق هل هو تايب 1 تايب 2، بس حنفرق بايش؟ سايت اوف انفكشن. بس هو لو حصل انه زي ما قلنا هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وانتقل، لكن يوجوال 90% هو ريستريكتد حيكون هربس سيمبلكس فيروس تايب 2. في انكلوجن بادي موجوده في النيوكليوس وسميناها كاودري. يس. في معانا اذا نجيب الفيزيكل ونحطها على السلايد ونروح نشوف نجيب انتي بادي مربوط بالفلوريسنت، بس الانتي بادي ده سبيسيفيك لمن؟ تايب 2. فبالتالي لو ارتبط معها وطلع الوميض حنقول ده فعلا هربس سيمبلكس فيروس تايب 2. ايوه صحيح. وبالبي سي ار، بي سي ار فيري سبيسيفيك فيري سنسيتيف، انه معانا سبيسيفيك برايمر نيوكليوتايد خاصه للهربس سيمبلكس فيروس تايب 2. اكيد ممكن نعمل تيشو كلشر ونروح نجيب انتي باديز نحطها مربوطه بالفلوريسنت على التيشو كلشر، لو حصل الوميض حنقول ده فعلا هربس سيمبلكس فيروس تايب 2. في معنى حاجة مهمة جدا، لو الطفل انصاب وهو معدي في البيرث كانال حنروح ممكن نحصل الاي جي ام منه عنده، مع ان الاي جي ام ما يصنعوش، اسف الاي جي ام ما يعديش عبر البلاسنتا، لكن الجنين عنده القدرة انه يصنع اول اميونوجلوبينز هو الاي جي ام، وده بنقول انديكيشن انترا يوتراين انفكشن. هو في الحقيقة ما اخذش الانفكشن في الانترا يوتراين، اخذها وهو معدي بيرث كانال وضيف النيونيتال هيربس. طيب السؤال لكم الان لو سمحتوا، وات ار ذا تيست ذات كان ديفرينشيتد بتوين هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وتايب 2؟ ارفع تفضل لو سمحتوا خلونا نسمع. تفضل. برافو عليك، واحدة من لهم بي سي ار. برافو عليك، واحدة بس اشتي منك، واحدة بي سي ار رائع اشتي. تفضلي. على فكره في شيرنج، بس احنا نقول سبيسيفيك انتي بوديز سواء كان لتايب 1 ولا تايب 2. برافو. في حاجه ثالثه؟ عفوا. اكيد كلينيكلي، بالتاكيد كلينيكلي، لكن احنا نقول كتست الان، افرق بينها كتست وليس كلينيكلي. اما كلينيكلي احنا اتفقنا انه ذاك في الاوروفيشال وذا في طيب اول حاجه الكترون مايكروسكوب ده ايش رايكم فيه؟ تيزاناك سمير بالتاكيد، الديتكشن اوف فايرال انتيجين لكن سبيسيفيك انتي بوديز بالتاكيد، والديتكشن للنيوكليك اسيد باي البي سي ار بالتاكيد. تريتمنت، التريتمنت هو الاسايكلوفير دراج اوف تشويس. اسايكلوفير دراج اوف تشويس قلنا بيعمل انهبيشن لل دي ان اي بوليمريز، وقلنا انه الدراجز ده ان اكتف لكن يحصل له فوسفوريليشن بالثيامين كاينيز فيتحول يكتسب مونوفوسفيت وبعدين يحصل له ترايفوسفيت هو الاكتف. البريفنشن، اول بريفنشن هي اتباع منهج الله عز وجل. على فكره شوفوا سبحان الله احنا في فصام نكد بيننا كمسلمين، احنا نقول مسلمين وسلوكنا على ارض الواقع صراحه شيء مخيف مرعب. مسلم وفي النهايه تشوف انه
تشوف انه للاسف في طريق ثاني غير طريق الاسلام اللي يعتنقه. الخطوره اللي هنا انتبهوا لها، وش طبعا شيء محزن اقوله بس هذا الحقيقه، يجي لك واحد عنده هربس جنه الهربس، تقول له يا اخي رحت الحرام، لا والله العظيم انا لا باب المسجد. طيب تعطيه اسايكلوفير يتعالج، والمأساة الكبرى قد يكون متزوج، المدام اصبحت سورس للانفكشن، فيروح ياخذ الانفكشن ويجي مره ثانيه. يا اخي انت تلعب كره حرام، للاسف الشديد يعني شيء محزن. فبعدين اخر شيء واحد يصارع يقول هذا العلاج لك وهذا العلاج لمرتك، عشان بس تعمل حل الاشكال ده. ودي نقطه، شوفوا انتوا لو اخذتوا نايسيريا جونوريا، مالكم تشوفوني ما تعرفونيش؟ نايسيريا جونوريا اخذتوها، ديبلوكوكاي، اكثر ترانسميشن تحصله للاسف الشديد واحد بيمشي في طريق الحرام ومتزوج ومش حيحصل له كيور خالص، كل ما اعطوه درج وحصل له كيور السورس موجود للانفكشن. فدي بس من ضمن الاشياء اللي ان شاء الله ما تحدث، حزين اني اقولها لكن ايش نسوي. اي فيميل تعرضت، بريجننت وومن تعرضت للهربس سمبلكس، يوجوالي بننصح بالسيزيريان سكشن عشان نتجنب النيونيتال، نيونيتال هربس. او الكيس ستدي، رجاء الكيس ستدي، تفضلوا يا تفضل يا وين يا ثمانية، لو سمحتوا كلكم تكتبوا الأسماء وتسلموها وتصوروها زي ما اتفقنا، وسعيلهم بالله كل ثمانية مع بعض. ركزوا معي، خلي الورق عادي، خلي الورق معاكي ما في مشكله، وما خلص ناخذها. طيب تعالوا نشوف الكيس دي، فيري سمبل. طبعا حزين انه الاسم محمد مكتوب، حزين جدا، حزن، لكن ايش نسوي. هذا محمد عمره 22 سنه، متزوج من سنتين، عائلته حامل في الشهر الثامن، للاسف مشى بدا يمشي في الطريق او صاحب اصحاب سوء، للاسف الشديد بدا يمشي في الطريق الغلط، لا شاف راح الطريق الحرام، بعدين لانه الديزيز ده بينفول فراح عند دكتور تناسليه، فكان يعاني من فيفر وبين وفيسكولار ليشن ان هيز جينيتاليا اند انجوينال ليمف ادينوباثي. وبعدين بعد ما عمل له الكلينيكال مانيفيستيشن حذروا الطبيب انه لا ينصاب بالايدز. طيب what is the most likely diagnosis؟ جينيتال هربس. برافو عليك. الفيروس ليتنت فين؟ ممتاز، رائعين جدا ما شاء الله. طيب الباثوجينيسيس سيكشوال انتركورس مالتيبل ات ذا سايت اوف انتري، مش موجود؟ ها تمام، مود اوف ترانسميشن تمام، وحيكون في الساكرال جانجلي. ليش حذروا؟ لانه الطريق اللي جاء منه الهربس سمبلكس هو نفس طريق الاتش اي في، نفس الطريق. وذي على فكره المفروض تحذروا لا قدر الله مرضاكم، نفس الطريق، انت مشيت في نفس الطريق اللي يجيب الاتش اي في وفي النهايه يجيب الايدز. الحرام مود اوف ترانسميشن حرام. شباب خلاص، اذا اصيب بالايدز حنتكلم في محاضره كامله على الايدز، على اتش اي في، خلاص بعد الايدز ما عاد فيش مصيبه خلاص. لكن هو ايش اللي حينصاب بالنايسيريا جونوريا اور هيربس سمبلكس اور جينيتال هيربس، هذا الطريق اللي يجيب الايدز او الاتش اي في وبعدين الايدز. فبدنا نحذره، انت الطريق ماشي في الطريق الغلط، انت محتمل تنصاب لانه نفس المود اوف ترانسميشن، طريق الحرام لانه ذا سيم مود اوف ترانسميشن. كيف نعمل مانجمنت للهيز وايف؟
ممكن بالاسايكلوفير، وقلنا اذا حطوا لنا في الشهر الثامن على على هيئه ولاده سيزيريان سكشن، نوصي بالسيزيريان سكشن. هل يتعارض مع الكمبيرنج؟ ايوه بس هي قضيه على وشك ولاده. طيب كيف نعمل الكمبيرنج بتوين ذيم التارجت؟ الاوروفيشال والجينيتال مود اوف ترانسميشن كونتاكت السلايفا الكيسنج سكشوال الديزيزز كلهم هربس ليبليز الهربتيك ويتلو جنجف وستوماتايتس كرياتو كونجكتيفايتس وهنا الجينيتال هربس سواء كان للميل والفيميل والنيونيتال هربس. طيب الليتنسي فين الليتنسي هنا؟ قيمنا الجنجليا وهنا في السكرال جنجليا السبيسمن فور دياجنوزس هنا سكيل ليشن وهنا الفيزكولار ليشنز. طيب الان تعالوا نمتحن الناس حبدا بكم ايوه انا بدات بكم ولا بدات بهم؟ ابدا بكم دورهم خلاص دورهم خلاص ركزوا معي ابدا انتم. الهيباتايتس للاسف الهربس سيمبلكس فارس تايب 2 mainly cause the following diseases genital herpes herpes labialis creato conjunctivitis neonatal herpes. برافو عليكم رائع. الهربس سيمبلكس فارس تايب 2 remain latent sacral ganglia. برافو. Trigeminal ganglia lymphoid cells P cells اكيد sacral ganglia. Infection with herpes simplex virus type 2 occurs by the following modes sexual contact. برافو. Transplacental through the Perth canal vertical transmission yeah reactivation of latent virus. صحيح transplantation زي ما قلنا لا. طيب السؤال لكم during latency الهربس سيمبلكس فارس تايب 2 كوز جينيتال هربس هربتيك ويت لو كرياتو كونجكتيفايتس نو كلينيكال بنفستيشن. صحيح latency. طيب انا اتمنى تكون محاضره الهربس سيمبلكس فارس تايب 1 وتايب 2 مستوعبينها تماما. في اي سؤال حنبدا في المحاضره الجايه حترك بس 5 دقائق. شكرا جزيلا لكم شكرا لكم. بس في معنى فيروس حسمعك في معنى فيروس حتدعوا لي والله العمر كله اسمه فرسيلا زستر حناخذه مش حياخذ ربع ساعه بس على فكره حتشخصوه بالكلينيكال مانيفستيشن.